طبعا عندما نضيعوا الكره وليد مسلوب يدخل في وسط الميدان يصبح وسط ميدان ثالث اضافي بالاضافه الى العارضة الأفقية تنوب عن رئيس وابن بولحي وتصد هذه الكرة الصعبة والخطيرة. يبدو لي بدنيين اللاعبين الجزائريين متأثرين شوية. شوف 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 رياض محرز، شوف السرعة، شوف كيف يمر عليهم اللاعب هذا، شوف كيف يمر. رئيس وهاب ينقذ المنتخب الجزائري. ما زالت الخطورة والدفاع، دفاع منتخب الجزائري، أم مشاكل المنتخب الجزائري اليوم هي الدفاع. يرجع إسلام يساعد رفقائه، وصلت من هناك على الجهة اليسرى، حذر يا زفان، حذر يا زفان، في حاجة للمساندة. رجع مع إسلام، التوزيعة خطيرة، بابا جول خطيرة وجول لمنتخب تنزانيا عند الدقيقة 43. لعبة من أروع ما يكون، دفاع جزائري وفريق جزائري يجري خلف الكرة. إذا كان يجري خلف الكرة، اليوم المنتخب الجزائري ليس هو المنتخب الذي نعرفه. رياض والكرات بالرأس، حذاري حذاري حذاري. فوزي غلام ينقذ الموقف، ما زالت الخطوره دائما، ما زال الدفاع متفكك شويه. كره صعبه وصمتيت وغلو، با 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 جول، با 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 جول. صمت يفعل ما يشاء بدفاع المنتخب الجزائري، صمت يعبث بدفاع المنتخب الجزائري، صمت الصامت يضيف هدف ثاني لمنتخب تنزانيا امام دفاع يتفرج. معاناه ما بعدها، معاناه لم نشهدها من زمان. كرة أخرى، الحكم لم يرفع الراية. ماذا يحدث للكرة الجزائرية؟ ماذا يحدث للمنتخب الجزائري؟ عندي زمان، عندي سنوات ما علقتش على مباراة بهذا الوصف، وما علقتش على مباراة بهذه الرداءة من زمان. نعم من زمان. بتخلي إسلام أوش متسلل، إسلام إسلام يرجع لوليد. ما زالت خطورة رياض محرز، رياض يجد وليد مسلوب من هناك، دخل رياض، وليد مسلوب يرفعها في القائمة الثانية، وإسلام سيباني. جول 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 للمنتخب الجزائري، وزنه من ذهب يا إسلام. تلعب على الجهة اليمنى لرياض محرز، رياض مع إسلام، روح يا رياض، زيد يا رياض، زيد يا رياض، راح إسلام، وصلته إسلام، أوش متسلل إسلام، إسلام هنا، وجول 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 وجول، إسلام جول 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 جول. سيشهد التاريخ يا إسلام بأنك أنقذتهم في أصعب الظروف. راح رياض، دخل إسلام، جول إسلام، جول 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 جول. يجب أن نقوس، ندق ناقوس الخطر على المنتخب الجزائري، لم يعد كما كان ولم يعد في أحسن أحواله. أي نعم هناك ظروف لم تخدم الطاقم الفني الجديد، ولكن المنتخب لم يعد هو المنتخب الذي نعرفه. إسلام يراوغ وإسلام يسجد، كنت تضيعها يا إسلام، اضربها بقوة يا إسلام. كرات مثل هذه، السابعة والربع بتوقيت الجزائر. نعم سيد الحكم المالي مامادو كايتا